شيكا بزباس كل يوم من الاثنين الجمعة من 8 للعشرة تعليم. السؤال: علاش تم إلغاء الدورة 38 لمهرجان الفوارة في مدينة الكسر في قفصة لطيفة القفصي؟ معنا في المباشر، مرحبا. لا لا، عايشك، مرحبا بيك. شنو حوالك؟ ومرحبا بإذاعة موزايك. والله الحمد لله. شنو حوالك انت؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أما الحمد لله، نتسألوا علاش يتم إلغاء الدورة هذه اللي مفروض من 10 حتى 25 أوتش؟ شو اللي صار؟ علاش الإلغاء مدام لطيفة القفصي؟ والله بكل صدق وبكل وضوح، عشرين وتسعين باش تكون دورة ناجحة وتكون دورة في مستوى بلدتي معتمدية كسر قفصة، خطرنا من جهة ذيك. كنا كهيئة كمدير ككلنا على غالب ما كملتش الدورة. في الأول علقنا وبعد الغينا المهرجان. كانت الأسباب بطبيعة مادية، ما نجمناش نكملوا، خاطر نجمش تجيب فنانين وفنانين في قيمة لامين المهدي أو في قيمة السيدة نبيها كراولي اللي هي أصيلة قفصة وشمهور يستنى فيها وكانت عندي عن كلمتها وقعدت تستنى وحتى جتها يعني عروض أخرى ما حبتش تخلى على المهرجان حتى يعني علمناها باستفاة رسمية. كيما جنجون، كيما حمد جبالي يعني شاب بشير لا، في شاب بشير افتتح والحمد لله. كانت العروض لولا ناجحة، بعد تعلق شوية المهرجان ببنى بشنو أصلا غالب ما نجمناش للظروف مادية. نعتذر وأنا شخصيا معناها باسمي وباسم هيئة المهرجان الكل نعتذروا لكافة الفنانين اللي ما وصلناش باش نوافوا بوعودنا معاهم إن شاء الله في مناسبات لاحقة. وكثير الاعتذار للسيدة نبيها كراولي، خاطر يعني برشا التزامات ألغتهم وخسرت برشا حاجات واستنتنا، مش على خاطرها قفصية راهو. لا نعرف، ما يا اخي ما كانش للمهرجان ميزانية مرصودة لطيفة القفصي؟ كان لا مرصودة ميزانية، لكن إلى حد إلى يومنا هذا ما تصبح حتى فرنك. فهمت؟ يعني العباد الموجودة اللي هي هيئة المهرجان أمين المال واللي كان يعني من الأول مدير المهرجان يعني هما اللي خلصوا الفنانين الأولين اللي قاموا بالعروض. يعني توا حتى كان توصل فلوس باش خلصوا بيت ديون اللي عندنا، ما عندناش منين نجموا نقعد ديون على شنو اذا كان انتم عملتوا مع عرضك هو معناها؟ لا عملناش عرضك هو عاد، معناها احكي على عرض على الاقل بشير شاب بشير حسين الدوس، عملنا مجموعه نتاع من جهه من غادي سماح جلول ومع شو اسمها مجموعتها، عملنا زاد زوزوليدات من جهه من غاديك خاطر هو يلزم نشاركوا الناس الكل، هذوما خلصوا بطبيعة الحال ما فماش كان خلاص طبعا ثم تكاليف اخرى اللي هي اللي عسلك على الباب، اللي هي الكراسي، اللي هي باش يشربوا باش ياكلوا باش يرقدوا، هذا الكل قعد ديون. وكي جينا نشوفوا نضربوا في الحسابات لقينا الفلوس اللي باش تدخل هذيك ان شاء الله تزي باش العباد اللي اعطت فلوس تخلص. يعني ولينا بطبيعة الحال ماناش قررنا وحدنا، قرار جماعي مع الأسف. على كل إلغاء المهرجان للأسف أنا نعتذر بربي لكل الفنانين وأخص بالذكر لمين النادي وجنجون ومحمد جبالي وخاصة السيدة نبيها كراولي، ونعتذر زاد الجمهوري في الكسر وجمهورنا الحبيب اللي يستنى بفارغ الصبر في المهرجان وفي بقية العروض، ونقول لهم إن شاء الله بالك شي نعملوا حاجة
خارج المهرجان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لاتفاق في ساعتك الصحة مع الأسف يعيشك. إلغاء بقية عروض مهرجان الفورة في قفصة.